ممكن أيضا نعرف آلية الخزن خزنته. الخزن تختلف طبعا حسب المنتج، مثل ما ذكرت قبل شوية، مثلا احنا ما راح نفصل الدم. إذا ينفصل كريات الدم الحمر راح تنخزن بثلاجة حوض الدم اللي هي من 2 إلى 8 درجة مئوية. الأقراص راح تنخزن لمدة 5 أيام فقط في درجة حرارة الغرفة وعلى هزاز. بالنسبة للبلازما والكرايو راح ينخزن لمدة سنة في مجمدات فائقة التجميد اللي هي ناقص 25 درجة مئوية. إذا دم كامل أيضا ينخزن بثلاجة العادية اللي هي من 2 إلى 8 درجة مئوية، وتبقى حسب المادة الموجودة المانعة للتخثر بالأكياس. احنا حاليا جاي نستخدم هالمادة اللي هي نسميها ساقم، يبقى لمدة 42 يوم. دكتورة، أي الحالات يعني تستدعي التبرع بالدم أو تحتاج الدم؟ يعني حسب ما تجيكم الطلبيات، هل يكتب لكم الحالات أو أنتم معتادين أكثر الحالات اللي تحتاج للدم؟ والله احنا اللي متعودين عليهم جماعة فقر الدم البحري تلاسيميا بشكل دوري. نعم دولة يعني من الأمراض المزمنة اللي موجودة بالبصرة، وعددهم يعني تقريبا 2500 إلى 3000 من المستهلكين للدم باستمرار. يعني قسم عندهم يأخذون مرة بالشهر، قسم منهم يأخذون مرتين بالشهر دم. فإحنا ثلاثية من عاملهم معاملة خاصة، ولهم جهاز لهم ثلاجات خاصة ورصيد خاص لهم للثلاثية، لأن هم دول يستخدمون الدم بشكل مستمر، وإحنا نوفر لهم يعني بدون ما يجيبون متبرع. ويعني هذا احنا التوفير لازم نوفره من خلال حملاتنا، من خلال يجونا الطوعيين للمصرف، لازم نوفر لهم رصيد. مسألة نقل الدم، هناك يعني من يقول انه مثلا تعرض الى دم ملوث او غيره، هذه الفكرة او هذا الرأي شلون تلاحظونه يعني حضرتك؟ الكيس يجي بشكل معقم، والكيس واحد في داخل يعني معقم، وينفتح الأبرة تنفتح المريض واحد فقط، وينفتح قدام المريض طبعا، ويتعقم المكان قبل أن يسحب من أي دم، وما ينفتح نهائيا هذا الكيس. يعني هي كل نظام مغلق ما بيفتح، يعني حتى النموذج اللي يأخذونه بالبداية ينوخذ نموذج في داخل تيوب، وبعدين ورا ما يخلص تبرع هذه الغبرة أو النيدل تروح بالنفايات، ويبقى الكيس مغلق ما ينفتح نهائيا، فما ممكن أنه يصير تلوث أو ينقل لمرض لا سمح الله من خلال التبرع. بعدين هذا الدم قبل لا يأخذ المراجع أو قبل لا يأخذ المريض راح ينفحص من الأمراض اللي تنتقل عن طريق الدم، اللي هي أمراض التهاب الكبد الفيروسي من نوعها البي و سي، أيضا مرض العوز المناعي اللي هو الإيدز، ومرض السفلس. دكتورة، أبرز المعوقات اللي تواجهكم؟ معوقات العمل؟ والله أكثر شيء أحياناً عدم تفهم المراجع لطبيعة عملنا ولتعليماتنا صراحة. نعاني من هذه الشغلة. يعني إحنا كمؤسسة، كأي مؤسسة حكومية عندها تعليمات وزارية، يعني لازم إحنا نلتزم بهذه التعليمات. فالأغلبية هم أوقات نقول إنهم حقهم، يعني هو عنده مريض يقول صاحب المريض ما يهتم، بس إحنا نحاول نساعدهم، يعني المؤسسة وجدت لخدمتهم أصلاً، إحنا جاي نحاول نساعدهم قدر الإمكان، بس بنفس الوقت إحنا عندنا تعليمات معينة وتعليمات وزارية لازم نكون مقيدين بها، نحاسب عليها. يعني من هذه التعليمات مثلاً إنه هو لازم يجيب هويته الرسمية، لازم أكو مستند رسمي يجيب وثيقة رسمية قبل لا يتبرع. الشخص المتبرع لازم عنده وثيقة تثبت أنه هذا هو الشخص نفسه، وبها صورة، وتكون صورة حديثة. مثلاً لازم يكون يجيب طلب دم من المستشفى اللي المريضة راقد بيها، أنا ما أقدر أنطي دم بدون ما يكون عنده هو طلب دم. أي لازم طلب دم من المستشفى. يعني أكو هالشكل، أكو مثلاً يجي نسبة دم تكون كلش عالية، وهو مثل ما ذكرت قبل شوية تعتبر حالة مرضية، أنا ما أقدر أسحب له بالمصرف، لأن إحنا المصرف ما مؤهل يعني يجوا له أشخاص مرضى. المصرف مؤهل لاستلام يجي له شخص يكون سليم خالي من الأمراض، أو حتى نقدر ننطي الدم مالته للمريض. يجوا الأشخاص مثلا يرسلهم الأطباء، يرسلوهم هم نسبة دمهم عالية جدا. هذا التبرع أنا يعتبر هو هذا تبرع، مو تبرع عادي، وأنا ما نعتبره تبرع علاجي. تبرع العلاجي ما يصير عندنا، فهو تبرع علاجي بالمستشفيات. يعني من حق الطبيب أنه يسوي له دخولية للمستشفى ويسحبوا له بردها، يسوي له طبلة، يعني دخول عادي، دخول كأي مريض،
ينسحب له الدم بالرجهه وبعدين الدم يتلف بالمستشفى. فهذه شويه دائما تصير عندنا هاي الحالات يعني. تتطلب تفهم المواطن. يعني نحاول انه نفهمه احنا انيابه هذا لازم انت تروح للمستشفى وهذا الدم مالك ما راح يفيد المريض. وانت تعتبر مريض، انت اصلا تعتبر مريض، ما دام نسبة دمك اعلى من الطبيعي انت اصلا مريض، انا ما اخذ من شخص مريض. انا لازم اخذ من شخص مستوفي بالشروط الصحية وانه هو يكون سليم وما عنده اي امراض. دكتور احنا نعرف انه دوام المصرف على 24 ساعة. نعم. اذا وقت التبرع مفتوح؟ اي نعم، وقت التبرع مفتوح. يعني احنا عندنا شفت صباحي وعندنا شفت ايضا مسائي من 2 إلى 8 وعندنا شفت من 8 مساء الثامنة صباحا. فوقت التبرع مفتوح. هذه المؤسسة وجدت لخدمة المواطنين جميعا، فنرجو من عندهم انه يتعاونون ويانا من احنا نحشي بشغلة التعليمات والتعليمات الوزارية الموجودة عندنا، وثقوا انها وجدت لخدمتكم جميعا. وادعو للمواطنين انه يتبرعون تبرع طوعي، وخصوصا الفصائل الشحيحة والفصائل النادرة، خدمة للمرضى اللي موجودين اللي يحتاجون دم دائما، اللي هم منهم مثل أمراض الثلاسيميا والأورام، أيضا الأورام من شريحة المجتمع اللي نعطيهم أيضا مجانا ولازم نوفر لهم احنا الدم دائما. وشكرا جزيلا على وجودكم ويانا ونطينا فكرة عن عمل مصرف الدم من خلالكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. أهلا وسهلا.